السلام عليكم ولدي. انا ولدي تغيب هذا عامين، دقني تغيب في الجزائر الدحماني يحيى، دخل على الجزائر على عين الترك ودخل للبحر وتبعوه جزائريين ردوه بوحده، هذوك اللي كان ماشي هو وياهم مشاو زادوه وردوه بوحده هو والشيفور الجزائري. منين ردوه غدواليه هضر مع خوته قال لهم راني مع واحد الناس ما نعرفهمش والليله غادي نركبوا 11 في شهر جوج، من تما ما عرفناه لا ميت ولا حي، الله اعلم بعلمه. الله يهدي خوتي الجزائريين، الله يهديهم، الله يهديهم الخير، رحنا شاعلين، رحنا مرضى، حنا نطلبوا من الله يهضروا معنا يتكلموا معنا يقولوا لنا حنا حيين واللي بغاو يديروه يديروه. الله يهدي خوتنا الجزائريين، الله يهديهم الخير ان شاء الله. راني مريضه ولدي، راني مرضت ولا وراه وقلعت الريه وراني نتمنى نسمعي صوته، نتمنى ان شاء الله نسمعي صوته وصافي. هذا الشيء اللي كاين، والله يرحم والديكم ولدي، والله يستركم ان شاء الله. عارفه شي واحد الله يرحم الوالدين، الكنيه السميه كل شيء راه كاين يعلمنا به، الله يرحم الوالدين. والدحماني يحيى، والله يرحم الوالدين يعلمنا به، بعدا نعرفوه باللي راه حي حتى الا ما تموت في خاطري بعدا. وشكرا. السميه ديالي معيوشي محمد، الاخ ديالي هذا اللي مشى لي في الصوره معيوشي احمد، وشهاده الوفاه ديال السيد صديق ديالو، هما مشاو في 2002 64 واحد، وهذا السيد هذا الوفاه ديالو اللي مات معاهم فمن نهار اللي مشاو 2002 حتى 15 جوان 2003 كان المسافه ديالو واحد 3 شهور بيناتهم من نهار اللي ركبوا حتى مشاو، و63 ما بانتش. وهذا السيد صيفطوا لنا دفنوا الصديق ديال الاخ ديالي والاخ ديالي اللي في الصوره معاهم، و62 واحدة أخرى ما بانتش كاع الأثر ديالها. راه كنطلبوا من إخواننا اللي كانوا الجزائريين كيقولوا لنا راه في الحبس، يطلبوا لنا زعما إذا كانوا تما يصيفطوهم لنا ويطلقوا سراحهم، العائلة ديالهم راه يبكيو والأمهات ديالهم الله يجازيهم بخير وشكرا.